ريتن في اي كلاس بي موضوع مش مهم قوي ريتن، لكن ممكن يجي داتا شو اكزامبل طبعا هو المهم جدا. اللاجو تامس باي ديفينيشن هو ان كومبليت كلوزر اوف ذا فالفيبرال فيشر، يعني الفتحه اللي هي ليه مورفين مش هتتقبل كاسلي دورينج سليب. لو انت شايف الصوره كده بني ادم ده نايم جنب رقيله عنده ايه مقفوله كويس، لان الثانيه في جابنج ما بين الليل مورفين والاي بول، هو ده اللي اسمه اللاجو تامس. ولو ركزتوا كويس في الصوره هتلاقوا رغم ان الجبن او الكل مش مقفولين كويس على بعض، اللي باين مين؟ فاذا الفيشل نيرف بولسي ده اهم سبب لكن ليس الوحيد. طب ايه سبب تاني؟ تعالوا اوريكم صوره كده موضوع شفناه مع بعض هتعرفوا برضه ان هو قد يكون سبب من اسباب اللاجو بتاعك. بصوا الصوره دي. طيب دي اسباب كلها لوكال، هو في سبب سيستميك يعني جنرال
ممكن يعمل الراجل صح. الحقيقه بس هو ده سبب سيء جدا. الناس اللي في كوما، لان انتوا عارفين الناس اللي عندهم كوما او اندر انستيزيا بيحصل لهم نصف فاصل تون اول اوفر ذا بادي انكلودنج التون بتاع مين؟ الاوزي كلاس. عشان كده لو بتحضروا اي عمليه جراحيه مش بس عمليه رمض، اول ما العيال يبانك تلاقي الممرضه راحت عامله كده، حتى لو عمليه عظم عمليه لسه اولاد ايا كان يعملوا كده. ليه؟ لانهم عارفين كويس قوي ان العيون بتبقى مفتوح عشان لوس اوف تون اوف ايه؟ اوربي كلاس، زي ما كل تون اوف ماسلز هيبقى لوس. دي حاجه سيستميك او حاجه جنرال يبقى عندك انستيزيا او لو في سبير الف او كوما عشان الجنرالايز اتونيا يعني مفيش تون اول اوفر ذا. ايه المشكله؟ لما بني ادم ينام عينه مفتوحه عنده لاجو في صحته، ايه المشكله بقى؟ هيحصل حاجتين. احنا معدل السكريشنز بتاع كتير اول اوفر داي ملي ونص بس، 1.5 ملي لتر. اقل معدل السكريشنز كتير بيكون اوفر نايت. لو انا نايم وعندي كميه قليله قوي من الدموع والجفون مفتوحه، الكميه الضئيله دي هيحصل لها ايفابوريشن بعد ساعه او ساعتين من النوم، كامل بقيه الساعات عندك دراي اي. اذا اول مشكله هتقابلني دراي. المشكله الثانيه اللي هتقابلني ان العين دي هتبقى اكسبوز لاي كروماتايزنج اوبس تقدر تفاديه. لو انت صاحي ممكن تفادي اي اوبس تاخد في عينك عن طريق النيك ويزدرول الفاكس، عن طريق انك تحط ايدك قدام وشك حتى لو ما عندكش الاوبشن اللي اسمه ايريس كلوجر. لكن دورينج سليب انت ما عندكش اوبشن ثاني يحمي عينك غير الكلوجر ده، لان انت في لقطه كلوجر غير هنا مش كروماتايزنج اوبجكت، وبالتالي هنا اكسبوجر مع الدرايفز الاثنين ممكن يعملوا الزر. وهنا الالسر مكانها فين دايما؟ فضلنا الصوره اللي احنا شفناها من شويه نرجع لها تاني. الالسر دايما التيبيكال اللي هتحصل نتيجه الدرايفز والاكسبوجر هتكون انفولفنج اللور 1/3 كول. اذا ده تيبيكال سايد اوف الالسر نتيجه اللاج اوف صح. اذا هيحدث ما يسمى بالاكسبوجر كيراتوباسي يعني اكسبوجر الكورنيا and ulceration involving lower one. طبعا ممكن تقول كده يقول لك هو ما ينفعش يعمل ألسر تبقى سنترال. امتى الألسر تبقى سنترال؟ ما عندوش بالانس. ده سؤال سائل جدا، سؤال ما فيهوش فكره. هو بس عايز يبقى عارف، اتاكد انك انت عارف المعلومه ان السبب ان الألسر دايما بتكون في lower one third هو البالانس فينومينا. فهنا ممكن يسالك السؤال بطريقتين، يقول لك اشمعنى الألسر اللي بتقول تحت؟ فتقول له عشان البالانس فينومينا. او يسالك سؤال بطريقه ثانيه يقول لك طب امتى الالسر تبقى سنتر؟ تقول له بقى اللي ما عندوش بالانس فينومينا. فهو في الاخر عايز يسمع كلمه بالانس فينومينا انك انت عارفها وعارف انها دي نورمال وان دي الطبيعي انها تكون نورمال. طب تعالوا نفكر في حلول بقى للراجل. الراجل اللي عينه وعينه مفتوحه ازاي نحمي الكورنيا بتاعته عشان ما يحصلش فيها الالسر؟ هو طبعا الدراينس الزيروزس هيأثر على الكورنيا زي ما هو الكورنيا، بس طبعا الكورنيا اغلى واهم. بس ان التارجت الاساسي بتاعك انك عايز تحمي مين؟ طب تعالوا نفكر بقى، لو انا قابلت حاله مدمنه بتحصل معاك طبعا حاجه اسمها بيلز بوتس. هو ده فيشل بوتس بس تامبلر بيكون نتيجه تعرض لتيار هواء ساقع، وبالتالي يحصل شلل مؤقت في العصب السابع ممكن يقعد كذا يوم اسبوع اسبوعين، مع علاج طبيعي بيرجع يشتغل تاني العصب ومده يعني تخلص. فاذا لو الموضوع تامبلر ايه الحلول اللي ممكن تعملها عشان تمنع حدوث السر خلال الكذا يوم اللي العيان هيتعرض فيهم للنبض؟ نفكر كده. مش هي القصه كلها في الدراينس؟ طب ما نديله ارتفيشال تيرز، مش كده لوبريكنز يعني. ارتفيشال تيرز بتقول اي دروبس باي داي واي اونت باي نايت، لان الاي اونت طبعا ليه لونجر ديوريشن اوف اكشن. طيب حل تاني. عارفين بنقفل الجفون ديورنج سليب باي اديس تيب. بلاستر عادي جدا. تقطع منه حته صغيره جدا وتنزقها على الجلد كده وتشد وتنزقها كده شايفين وتسيب بس على الجلد هو شاطر عشان يمسك كويس. الكلام ده ينفع في الحالات اللي انا قلت لك عليها مثلا زي البال سبورتس اللي بتقعد كذا يوم، لكن لو الموضوع هيقعد شهور ما ينفعش. اوعى إيه تعمل كده، لان البلاستر على الجلد على طول بيعمل التهاب، بيعمل اكزيما. اكزيما مش كده؟ والاكزيما تقيل باي ايه؟ فايبروز. والفايبروز ممكن يبدا يعمل ايه؟ تروفيوم. فهنا اوعى كده الادهيسيف تيك ده ينفع في الحاجات الايه؟ تمبرالي، الحاجات اللي هتخلص بعد كذا يوم. طيب في حل ثالث ممكن برضه يبقى تمبرالي بس الحاجات الاعلى شويه اللي هتطول. ايوه كده هي الكلمه دي. طب واخد سوتشرز كده في الليد مارك داكرل، فلما تعمل كده ايه اللي بيحصل في الفيرتبرا فيشر؟ الابر قال تنزل سنه، ايه رايك لو نزل كده كل سكوز ولا لا؟ وده يطلع سنه، فالفتحه تبقى اصغر شويه. العيان يبقى ماشي هو كانه عنده فتحه يبقى بيت الدكتور اصغر، وهو صاحي هيبقى شايف ستيل لان عينه يعني عنده مساحه كتير من خلالها،
وهو نايم مع حدوث البالز اللي بتحصل في الصوره زي اللي بنشوفه في الصوره كده مش هيبقى طوال اللور 1 ثيرد وبيكوني اكس بي وده حل قد يكون تمبرري وممكن في الاخر دول زي التمبر يا اخي اعمل الحل ده لو الاثر قدامه شهور على ما يخف انا الموضوع هياخد بقى من الفيشن نيرف اب تو 6 مانثس عشان يهيل ساعتها لما يرجع يشتغل تاني يبقى فك الاديجن اللي انت عملتها فك الفيبروزز والاديجن دي هتلاقي التمبر فيشن رجع طبيعي تاني ممكن بقى التصرف دي لحاجه بيرمننت يعني اعملها على طول يعني اعملها واسيبها انا اوريكم صوره كده للدكتوره في معموله طبعا معموله برضه ميديا وده طبعا ما بتحبوش خالص لان ميديا يبقى انت كده بتغير مكان الكاناليك والبارتنز وده ممكن يعمل ايبيفور مش كده نعملها لاترال بتاع الصوره في حاجه كمان على فكره مش مشهور قوي في مصر هنا لكن بيتقابل تعمل حاجه اسمها جولد امبلانتس لو انت عايز تعرف الجولد امبلانتس كده لا عادي نفس عادي طلعت واحده الحاجات اللي هي الفوزيه مش الفوزيه عليها بس والله لو حبيت اقعد معاه هتعلمه كويس قوي حاجات ادفانسد يعني طيب المهم الاي بول اي الجهاز بتاعنا طيب انت لما تعمل جولد امبلانت كانك قلبت الايريد زي بالظبط زي العربيه لو فاكر كان رواق السيارات فاشل تكون عربيتك الازاز بتاعها بالكهرباء فهو مش فاهم حاجه خالص يقول لك بص انا هحل لك مشكله الازاز ما بيقفلش ده انا هشيل بقى هلو الكهرباء خالص وهمشي لك مانيوال بكره عشان تعرف تقفله وتفتحه لان هو ما عندوش فكره عن قصه الكهرباء المعقده هي نفس الفكره انت الايريد بيفتح ويقفل اوتوماتيك عندك ها انت هتقلبه مانيوال بالجولد امبلانت اصل موقف الايريد كده يا جماعه حاجتين العضله اللي اسمها الايتوس اللي ماسكه الايريد وكمان الايريد واقف على عين شوفوا انتوا فاهمين الايريد واقف كده لا الايريد واقف كده ازاي؟ وبالتالي عندك الايكويتور اوف دي اي الايكويتور اوف دي اي اللي هي اعرض حته في السكير الايكويتور اوف دي اي اللي هي اعرض حته فالفكره كلها انك انت بتجيب بولد الامبلانت تزرعها على الارض كده بس تزرعها فين في الايريد؟ فوق الليفل بتاع الايكويتور لما تزرع الجولد الامبلانت بالمنظر ده تيجي الصبح انت عايز تفتح عينك تروح رافع الجفن لما ترفع الجفن كده الجفن يبقى واقف شايف ازاي؟ وانت قافله تفتح وتقفل زي ما انت عايز علشان تخلي الجفون تقفل باي ذا واي انت عارف الوزن بتاع الجولدن امبلانت لما تنزلها سنه يبقى الجفن واقع لان انت هتنزلها فين بعد الايكويتور يعني انت مجرد بس ما تعدي الحته العريضه دي باي افكت اوف جرافيتي بوزن الايد تروح نازل باي كانك بتندوس ايه يعني؟ كانك بتندوس توزس فاهم ازاي؟ اذا الجفن يروح متزحلق او واقع بالوزن على طول فانت تصحى الصبح تروح رافع الجولدن امبلانت تقف فوق الايكويتور تلاقي الجفن سيبت في مكانه كده عينك فتحت خلاص انت تصحى بقى تقوم تشتغل كويس؟ عايز تنام بالليل والجفن يقفل تروح مزحلق الايرن دي كده سنه اول ما تزحلقها وتلاقي الجولدن امبلانت راح معديه بيروح الجفن نازل مكمل لغايه الان بتزحلق الايرن بصي يعني اوريك الصوره اللي فاتت عشان تتخيلي كويس بنزرعها هنا طبعا تحت السكيل يعني كويس مجرد ما بتزق الايلت كده سنه فتلاقي الايلت راح نازل قافل لغايه واقع لغايه الاخر يعني قدام الكويتر؟ اه لا بنزرعها فوق الابر ايدج اوف تارسس يعني اباب الايدج اوف تارسس علشان تبقى اعلى الايلت من فوق خالص فتبقى واقفه كده لو حطيت صباعك هنا هتلاقي صباعك فوق عينك على طول كويس اول ما هتزحلقيها هتروح نازله الخفيف واقع باي اتس ويت دي حاجه يعني بتتعمل بره كتير جدا عندنا في مصر قليله قوي أيوة. اول واحد دخلها مصر كان الدكتور رامي باي ذا واي كان دكتور انف واذن وسنان عندنا في مصر كان راح يتعلم عمليات في المانيا شافهم في العمليات بيشتغلوا عمليه يزرعوا فيها حاجه جولد من كده فبدا يسالهم وقعد يتعلم ورجع عملها هو رغم بتاع اي تي دي حاجه اللي بيجي من محمد الشاذلي كده عنده اينو خالص الدكتور بيسالني لو بقى سبب الدينو فارموس ده بيعمل توس اصلا الدينو فارموس لما دخل جوه هتلاقي جبنه بيقع لوحده وده اسمه كان تفتكر ده كان سودو توزس فده كده كده جبنه هيقع مش هيبقى عنده لاجو فارموس غالبا طيب مش مهم قصه جود الامبلانت كفايه قوي لان انت بتقول الاسباب او الحاجات اللي احنا قلناها اللي هي موجوده في الكلام الاتش بتاعنا الحاجات الاشهر والاشهر طبعا اشهر تكنيك خالص اللي هو التحرر الصرف طيب اذا ده موضوع اللاجو فارموس موضوع عميق جدا
تعال نروح للموضوع الثاني، موضوع اسمه سامبلافرون. سامبلافرون ده بقى كلاس سي ريتن، يعني ده اقل اهميه، لكن ستيل ممكن يختلف منك في الاورال. يقول لك يعني ايه سامبلافرون باي ديفينيشن؟ تعالوا نشوف الرسمه اللي هرسمها. هوريكم صوره كده عندي لهذا السامبلافرون. كلمه سام على فكره يعني ادهيجن، بلافرون يعني الاي هيد. لما اقول لك سام بلافرون هو ادهيجن بين دي اي هيد and the eyeball. او في definition تاني adhesion between the palpebral and the bulbar conjunctiva. اي حد فينا جفنه لمس عينه وبالتالي conjunctival palpebral اللي هي لازقة على الحلق لمسة البلبر conjunctiva طبيعي. بس هو في فرق بين لمسة ولزقة، مش كده؟ دليل انك انت اي حد فيكم يقدر يشد الحلق بتاعه لبره هيتحرك معاه زي ما انت عايز، مش كده؟ لكن انت هيلتصقوا ببعض حلقة واحدة. خلي بالك بقى، انت لو حطيت ايديك الاثنين على بعض كده عمرهم ما هيلزقوا، صح؟ ليه مش هيلزقوا؟ علشان هنا لاين باي بي سي دي وهنا لاين باي بي سي. لكن لو عايزهم يلزقوا النقطة عين اعمل روس اعمل ووند هنا ووند هنا حطهم هيلزقوا النقطة عين. فاذا واضح كده انت عشان تعمل ما يسمى بالسيم بلافرون، سيم يعني ادهيجن، بلافرون يعني ايليد، واضح ان هو ادهيجن ما بين الايليد والايبول، او بمعنى تاني ما بين البالبابر والبالبر. انت محتاج توقع الاي بي سي دي هنا وهنا يعني تعمل روس. طب تعالى نحط بقى الاحتمالات اللي ممكن تؤدي لكده، الاسباب اللي ممكن تؤدي الى وجود رو سيرفس وبالتالي ادهيجنز يعني سامبل. قد يكون السبب بوست انفلاماتوري. لو رجعنا للكونجكتايفا لو كان في سبب مهم جدا، اهم سبب يعمل انفلاميشن في الكونجكتايفا قلنا تراكوما. اذا تراكوما ممكن يعمل لي انفلاميشن وبالتالي هيلينج فايبروزز فيلزقوا بعض. في ديزيز تاني شهير جدا اسمه ديفتيريك او ميمبرين، هو شهير لكنه قرير مش كده؟ وانا ليه قرير الديفتيريك ده؟ من التكسير اسمه دي بي سي. لو رجعتوا النهارده للموضوعين دول في الكونجنتايفا هتلاقوني مكتوب في احدى الكومبليكيشنز بتاعتهم سامبلافرون. ها؟ اذا بوست انفلاماتوري نمبر 1 كوز، يا اما بوست تراكوما يا اما بوست ميمبرينس او ديفتيريك كونجنتايفا. الاحتمال الثاني بوست روماتيك. ياما ناس جالنا في الحوادث داخل في عينهم ماده كوستيك، ميه نار، صودا كاويه، بس جزء من الماده الكيميائيه دي دخلت ما بين الجفن والعين. فلما دخلت بتعمل ايروجن يعني لو سيرفس وبالتالي برضه يلزقوا ببعض. اذا قد يكون بوست تروماتيك هنا اي مين كيميكال تروما او كيميكال انجري. ممكن بقى الديزيز اللي لسه لا من الفايده اوريكم الصوره دي عشان تتخيلوه. دي المنظر الغريب ده هنتكلم عليه لسه، ده اسمه تريجيوم. تريجيوم بالعربي يعني الزفرة على فكرة. الزفرة جاي من زفارة لأن هو عبارة عن جزء من الكونجنكتايفا بيجزو الكورنيا، بينكروتش الكورنيا، يروح داخل على الكورنيا بالمنظر ده. فالبيشنت أول واحدة بيتخيل دي حاجة مش نظيفة على عينه، فبيحاول يمسحها يا ما بتمسحش. فيجي لك يقول لك إيه ده يا دكتور اللي على عينيا ده؟ هتقول له بالعربي اسمه الزفره، هو عشان كده جت الاسم بشكل مش ظريف او مش لطيف يعني، بنسميه احنا الزفره بالعربي لكن الاسم الحقيقي ايه؟ تريجيوم. طبعا انا لما اجي للبيشنت بالمنظر ده لازم اشيله يعني بقعد بالمشرط كده ادخل واعمل كده تاني كليفتش كده واقعد اسلك واروح قاصص. فتيجي تقص التريجيوم من المكان ده بقى عندي لو سيرف سيرف، ممكن الاي دي يروح جاي لازق فيه. اذا ممكن ده يكون بوست اوبريتيف يعني ما بعد عمليات الاكسريشن. هنعرف ايه اللي بيخلي الكونجنكتيفا تعمل كده، ايه اللي بيجننها يعني خليها تدخل عكسونيا، وايه الحل اللي نعمله ده، العمليه شكلها ازاي لما ناخد الموضوع مع المجموعه الجنرال. اذا ممكن يكون الموضوع بوست اوبريتيف يعني ما بعد الريموفال اوف الاكسريشن. اذا انا قلت كام بوست ممكن يكون السبب بتاع السكر؟ بوست انفلاماتوري، بوست تروماتيك هنا اي مين كيميكال تروما، بوست اوبريتيف يعني ما بعد عمليه تريجن. السبب الرابع والاخير حاجه اسمها اوبولار سيكاتريشال بانفيجاس. ده ديزيز شهير نادر، ديزيز بيحصل فيه سيفير درايس في السيكاتريشال
اتفقنا ان كانت ايه؟ فيزوز اوكيولار سيكاتريشن تيمفي جايد، يعني هيحصل سيجيت لاينز وفايبروزس على مستوى الكونجنتايفا، وبالتالي ممكن الكونجنتايفا تلزق في بعضيها فيحصل سامبلا. العيان بقى اللي عنده سامبلا دخل وانت ماشي كده واحد جفنه لازق في عينه، يعني جالك بني ادم كده الايليد بتاعه لازق كده مش عارف ايه ما بيبعدش عنه، وبعدين بقى الفايبروزس باين، يعني قد يكون الفايبر ستانس دخل من هنا دينا ماسكه كده. طب على فكره السمبلافرون مش بالضروره يكون اديشن ما بين البالبابرال والبالبر بس، ده ممكن بالبابرال وكورنيا كمان، يعني الجفن ينزل كده شايفين ديت المنظر ده. طبعا العيان اللي عنده الالتصاقات دي هيجي يشتكي من 3 ديز، انا بسهل لك الدنيا خليهم 3 ديز. ايه بقى 3 ديز الاشهر؟ يعني يقول لك شكلي وحش disfigurement، ولو الادهيجن ما بين الايليد والكورنيا كمان، يعني الكورنيا انفولد بالفايبروزس والادهيجن يبقى ده يعمل ديمينيوشن اوف فيجن، النظر هيقل. اذا شكلا العيان مش مبسوط كمان كنظر ده، بس في حال ايه الفيجن هيتاثر امتى بس؟ لو الادهيجن انفولدنج مين؟ كورنيا. اخر دي بقى ايه رايك؟ تخيل لو اللور ايليد هو اللي لازق في عينك، ايه رايك لو انا قررت ابص على اوبجكت فوق؟ لما تيجي تبص على الاوبجكت فوق لازم عينيك الاثنين يطلعوا لفوق صح؟ ولازم يمشوا مع بعض. على فكره انت بتشوف رؤيه موحده، يعني سنجل بين اوكلر او باينوكلر فيجن نتيجه ان العينتين واقفين وماشيين بيتحركوا مع بعض، وبالتالي الصور اللي بتيجي من اي اوبجكت بتقع على نفس الاماكن في الريتنا هنا وهنا. طبعا اشهر اماكن كورسبوندنج الريتنا دي والريتنا دي هي الماكيولا، يعني انا ببص على الدكتور كده بالماكيولا بتاعتي، الصور بتقع على الماكيولا هنا وتقع على الماكيولا هنا فتوصل للفيجوال اريا في نفس المكان، ايه سيم اريا اوف برزنتيشن، يحصل سوبر امبوزيشن، يعني الصورتين يركبوا على بعض فشوفوا صوره موحده. لكن ايه رايك لو انا بقى عندي سيمبلافر، بصوا جبني لازق في عيني كده وجيت ابص لفوق دي هتطلع لكن دي ممسوكه مش كده؟ تفضل واقفه في مكانها او تتحرك حركه اقل من الثانيه، فلما يبعدوا عن بعض ده معناه ان الصور مش هتقع على نفس البوينتس في الريتنا، مش كده؟ تقع على الماكيولا هنا لكن تقع في نقطه ثانيه بره الماكيولا في العين الثانيه، فده اللي يعني دبل فيجن. بالك من دي الثالثه يعني دي بلوبيا. اذا 3 ديز العيان اللي عنده سيمبلافرون مع الحاله 3 ديز هيقول لي شكلي وحش، تيجي الفايبروز اللي باين على وشي او على شكل ايه او سطح عينه ديسفيجرمنت. تاني دي لو الادفيجن كان مع الكورنيا، تالت دي ديبلوبيا نتيجه الليميتيشن اوف اوكيولار موتيليتي، حركه العين بقت ايه؟ بعيد ليميت. والسكوينت محتاجين يتفهموا كويس قوي. طيب اذا سيبلافون كام سامبل؟ ثلاثه وثلاثه عشان نسهلهم كده بطريقه بسيطه، قلنا 3 ديز للسيجرمنت ديبلوبيا والديمنيوشن اوف فيجن. طب السايز بصوا رسمه، احنا بنقسم السيبلافون لثلاث درجات 3 تايبس. قد يكون الادفيجن ما بين الكونجنتايفا البالبابرال والبالبر هنا هنا يعني عند مين؟ عند الكون. ده بسميه posterior سيمبلافرون. باي ذا واي بقى posterior سيمبلافرون ده اهم سبب ليه هو التراكوما. يبقى التراكوما مين اللي بتعمل اي نوع؟ posterior سيمبلافرون. طيب كمان قد يكون السيمبلافرون هنا ما بين البالبابرا كونتنتايبا دي الليب موجن والبالبر ومي دي كمان مين؟ ده بسميه ايه؟ anterior سيمبلافرون. قد يكون العيان حظه سيء جدا، يكون الاديشن ما بين البالبابرا والبالبر انفولفنج دي هول لينس هول ثرو، ده اسمه توتال سامبلافرون. اكيد ده اسوأهم مش كده؟ اذا عندي كام نوع؟ بوستيريور ده عند الفورنس المين كوز بتاعه تراكوما، يا اما انتيريور نير ليد مارجن، يا اما توتال سامبلافرون. طب الحل ايه؟ يعني انا جالي بيشنت دخل في عينه ميه نار سودا كاويه عنده ممبرينس كونجنكتيفايتس وانا لسه ما حصلش الاديجن، انا عارف انها هتحصل، ازاي امنحها بروفيلاكس؟ اول ما يجي لك عيان في حادثه زي ما شفناه جاي في عينه ماده كيميكال
اول حاجه تفكر فيها علشان دلوقتي تحلل الموضوع بسرعه، حط اي ميكانيكال بارير، اي مرهم للعين عندك ايا كان اسمه، انت بعقلك ستيرويد نعمل ستيرويد اي اي اوينتمنت، حط كميه كبيره جدا في النص تشتغل از ميكانيكال بارير، وتدي نفسك كده مساحه من الوقت تفكر بقى هتبروسيد ازاي، تكمل ازاي بقى عشان تمنع الموضوع نهائيا. اذا اول حاجه اول تيجي على بالك انت لو في بيتك مثلا حصل حاجه كده لا قدر الله، حط مرهم كتير قوي، بس مرهم العين طبعا، ها حط مرهم كتير قوي هيشتغل از ميكانيكال بارير لغايه لما تنقله على المستشفى او تروح بيه عيادتك لو انت دكتور رمى تشوف هتكمل ازاي. طيب ايه الحلول الثانيه بقى؟ لو جالك بيشنت في العياده او المستشفى مع حد مرافق بقى، طلع جلاس الوضع عندك من دور المكتب بتاعك، جلاس الوضع ده حاجه ارفع من القلم طبعا، ده حاجه يعني فارقه جدا، وتعلم المرافق وتعمل التكنيك قدامه على العيان عشان العيان كمان يتطمن هو انت ناوي تعمل ايه. تخيل لو ده الابر ايلي، فاذا الكونجنتيفا دي التالبيبرا صح؟ وده الكونس مش كده؟ ويبقى ده مين؟ البلد. وانت خايف تلزقوا بعض كده. انت حطيت مرهم خلاص كويس؟ طيب تطلع جلاس الوضع وتقول للعيان بص بقى انا هحط لك دلوقتي قطره مش هتخليك تحس باي الم، وتروح حاطط له قطره دينوكسينيت هيدروكلورايد. ده قطره اسمها دينوكس برتقالي. دي قطره بينج توبيكال انستيزي. وتقول له بص الجلاس صوت ده هيلمس عينك دلوقتي مش هتحس باي الم. تحط على الجلاس صوت ده يا ريت الافضل يكون كورتيزون اي اي. مش معنى كورتيزون؟ كورتيزون انتي فايبروبلاست انهبت الاكسسيف فايبروس تيشو فورميشن. ليميت او يقلل فرصه الادهيشن. تغطي او تكوت تحط بقى المرهم، تحط الجلاس ده تحط عليه كميه كبيره من هذا المرهم. تقول له عيان بص انت مش هتحس باي حاجه. تروح عامل كده. حط الجلاس واقف فين؟ ما بين البلتره والبلتره، رايح جاي كذا مره اربع خمس مرات. تقول له عيان حاسس بحاجه؟ يقول لك لا، كده العيان اطمن انه لما قريبه ده او المرافق اللي معاه هيعملوا نفس التكنيك هيسيبه يعمله له مش هيقلق. لانه حس ان الموضوع من غير فين. وفي نفس الوقت انت كده علمت المرافق اللي معاه ازاي يعمل التكنيك ده، اصله هيكرره اكتر من مره على مدار اليوم يفضل يعمل كده. لان اي فايبرس ادهيشنز بتتكون ما بين السطحين انت كده اول باول بتقطعها لغايه لما السطح ده يحصل له توتال هيلينج لوحده، وده توتال هيلينج لوحده من غير ما يلتصق ببعض. ده اسمه ريبيتد باسج اوف جلاس رود بتوين ذا بالبر اند بالبر كونجكتيفا. طبعا الافضل يكون كوتد ويز اي اونتمنت بيتر كورتيزون. طيب ايه كمان حلول؟ ممكن الحل انك تعمل جرافتنج، يعني تجيب بكتر ميوكس جرافت وتخيطها تزرعها هنا في المكان في الرو سيرفس هنا وفي الرو سيرفس هنا، يبقى ده خلاص انت عملت هيلينج دلوقتي وخلصنا ما يلزقوش بره. يعني تعمل جرافتنج للرو سيرفس اللي موجود عندك. اذا ده كمان حل. في حل بقى تالت اسمه كونتاكت شاكل، ده موجود عندك في الكتاب. يمكن الجرافتنج ده مش موجود، انك تمبلانت ميوكس جرافت مش موجوده كده في البروفيلاكسس، فانا كاتبها في الاكشوال تي. لكن بصوا بقى الكونتاكت شال عشان تعرفوا ده حل انا شخصيا بفضله. بصوا معايا ده الاي ليد دي كونجكتايفا ايه؟ طبعا كلنا شفنا الكونتاكت لانسز. الكونتاكت لانسز عطيت اللصقه بتاعتنا كده. يعني مغطيه الكورنيا ومتلزق ملي او اتنين او ثلاثه على السكليرا، يعني على البلبر كونتاكت. الكونتاكت شيل بقى بتاعنا اهو. هو الكونتاكت لانس بس طويله شويه، خدت بالك يا محمد؟ كده غطت كل مين البالبر كونتاكت ايه رايك؟ مش كده ميكانيكال بارير كده بقت طبقه عدله ما بين السطحين دول، يعني ده عمره ما يلزق في ده نظرا لوجود العدسه دي في النص. دي اسمها كونتاكت شيل تلبسها للعيان. طبعا تكتب له علاج بقى للادويه بتاعته عشان لو عنده ووند، طبعا هو ده عنده ووند هنا ووند هنا ده ممكن يحصل له انفكشن، تديله الانتي بايوتكس بقى بتاعته وتدي له العلاج بتاعه وتقول له شوف بعد اربع خمس ايام. تيجي تشيل له كونتاكت شيل اكيد كل سطح منهم حصل له هيلينج لوحده من غير ما يلزقوا في بعض. اذا ده كمان من ضمن الحلول السهله جدا اللي تخليك تقوى في مقصف السامبلافرا وما تحصلش. الموضوع اللي هو بتاع الايوه الناس
ما هو 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 الكورتيكوسترويد توبيكال هو هيقلل التاجن ويقلل الريتو فيه المشكله لما بتدي معاك كورتيزون بتدي معاك بيرش معاك بيرش دايما لازم طالما اديت كورتيزون في وجود هون اوعى انت تاكل معاك بيرش يعني كيف هتدي كورتيزون ودوت انتي بادي يبقى انت كده قللت الناتشرال اميونيتي بتاعتك ما تدوش ارتفيشال بالظبط فاذا هنا القصه بتاعت السبلاف هون عليك مزاج من ناحيه طب ايه رايك لو جالي واحد كده خلاص اوريدي منزل اعمل له ايه يا جماعه نمبر 1 لازم تقصقص الفيجن مش كده تعمل له حاجه اسمها سايليك ياتومي تبدا تشد جفنه وتقصقص كده وتسلك ما بين الاثنين وبعض بس طبعا انت بعد ما تسلك المنظر ده للقص ده ممكن تضحك العيان يرجعوا يلزقوا تاني طب اعمل ايه عشان ما يحصلش ده اي حد يعمل حلول وبتاع جلاس رود ازرع ميوكس جراس لبسه كونتاكت شيل لغايه لما الموضوع ينتهي وداوت ريكابل اذا ده لو جاي عنده اكشوال ادجنس عنده حاجه اسمها ساينيكياتومي يعني قصقص الادجنس اللي مر طيب تعالوا نكمل عايز اوريكم صوره شايف ناس عندهم كده ما كانش في حد من قرايبك الكبار عنده كده يعني وده كتير جدا اي حد عنده اريا اسمها يالو كده تحت السكين اليفيشن كده اسمها دانسي لاز على فكره الموضوع ده في الاباده في الرابط ملوش اي قيمه خالص ده ما بيأثرش على صحه العين اي حاجه ولا صحه الايه امال ده ايه؟ ده عباره عن ميرور مرايه بتفلكت السيرم كوليسترول والسيرم ليفل بلاجر فاذا اللي عنده المنظر ده قول له لو سمحت اهلك او قرايبك هل نسبه الدهون والكوليسترول في الدم ده عنده هايبر كوليستيرينيا وهايبر ليبيديميا وده خطر طبعا لان طبعا انت عارفين ان كل الليبيد والكوليسترول زادوا في البلد ده ممكن يعمل حاجه اسمها اثيروسكليروزس والشرايين المهمه عندهم تتقفل فاذا ده ميرور للليفل بتاع الليبيد والكوليسترول وده ايرليفنت عارفين اللي فات معايا من اول السنه حاجه كده ايه اركاسينيلس عارفين كلمه اركاسينيلس اطراف الكونيا كده فيها حلقه لونها ابيض وانا ده ليفتد ديبوزيشن برضه فاذا عندنا حاجتين في الرمل عباره عن مرايه للليبيد بروفايل بتاع العيان يعني يقول لك اذا كان الليبيد عنده عاليه ولا لا لو لقيت خط ابيض داير ما يدور الكورنيا اطراف الكورنيا او لو لقيت الدانسي لازما عباره عن كوليسترول ديبوزيشن في السبكوتينيوس لاير اوف ذا اي طيب اذا ده موضوع طبعا ريليفنت زي ما اتفقنا بس سبوت دايجنوستس عشان تبقى فاهم ايه القصه كمان الصوره دي شفناها قبل كده ده درماتوكاليسيس ده سبوت دايجنوستس برضه في الحاله كلينيكال في الاند راوند قد يكون الحاله بتاعتك فيها كده وعارفين احنا هنعمل ان شاء الله مع بعض ثلاث اعداد كلينيكال هنا منهم قاعده على البيشنت والبيشنت اللي الحاله ما بتمتحن عليها علق لك ورقه كده في راسه زي الورقه المنزوعه في الحيطه دي ويقول لك اكزامن الاعليد كورني ادنس قد يكون عنده اكثر من باثولوجي قد يكون الباثولوجي عنده في الاعليد المنظر ده اذا دي اهميه الموضوع ده بالنسبه لنا الصغيرات ان يبقى عندك اكسسيف ريداندنت سكين كده ده اسمه ديرماتو كاليسيس وعلى فكره لو تفتكروا الدرس اللي كان قبل الاجازه ده كان احد الاسباب بتاع السيدوتوزيس طبعا انت اول ما تشوف البيشنت ده في حياتك كده بتتخيل انه جبنه واقع توزيس ليس علاقه اي جزء بالاعليد وخلاص والكورني لا ده علاقه في الليد مارجن بالكورنيا فاذا الفراغ الجلد هو اللي نازل ومغطي على الكورنيا ده اسمه سودو توريس وليس ايه؟ فلو توريس اذا ده ريداندنس المنظر ده في الحقيقه نادرا ما تشوفه في سننا لكن وارد اذا ممكن تقول كنت حالتك كان فيها ديرماتوكاليسيس انت كاتب كده ديرماتوكاليسيس فالستاف اللي بتاعنا شاف الكومنت بتاعك بيقول لك يا دكتور طب الديرماتوكاليسيس اللي عند البيشنت ده ينفع تيجي في سنك؟ ده سؤال بيتكرر فريكونت ساعتها اسميه بلافروكاليسيس مش درماتو اسميه ايه؟ بلافروكاليسيس طب ايه اللي يجيبه في سننا؟ يعني ده علامه من علامات العجز الناس الكبار في السن طب ايه اللي يجيبه في سننا؟ ناس حصلهم ريكارنت ليد اديما كل شويه جسمهم يورم فالجلد يتشد وبعدين الاديما تسبسايد يحصل مره ثانيه الجلد يتشد كل مره بيتشد فيها الجلد يبقى فيه زياده
فاذا يبقى المنظر كده بعد 5 6 اتاك من الريكارد ليت قيمه تلاقي الجسم بتاعك الجلد بقى زياده كده فيبقى عندك ليفرو كاريسيس. اذا هنا بقى في سننا نتيجه باثولوجي باثولوجي مستمر باثولوجي كرونيك متكرر. طيب اسمه ساعتها اسمي الموضوع ليفرو ايه كاريسيس. طيب سهل الكلام. احنا كده بطينا الاي ليد بالكامل. طيب احنا دلوقتي قدامنا لسه نص ساعة على الحصة اللي جاية ناخد كده انتروداكشن بسيطة في الايرورز. محتاجين نفتح فيها الكتاب صح؟ محتاجين نفتح فيها الكتاب خالص عشان ما نجيبش كتاب معاه ما يدريشي. بس نبدا بس نحط الاجنحة على الطريق عشان من بكرة على طول نبدا نبني ان شاء الله. ايوه بس شوش ده مو مش